نعم. ما حكم الصلاة على النافلة في الحضر؟ على ايش؟ على الراحلة. حكم الصلاة على الراحلة في الحضر؟ في الحر؟ في الحضر. الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصل لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز. نعم.